السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير جميعا. النهاردة فيديو بسيط جدا وسهل جدا، مفيش اي حاجة. هنفرزن البامية. البامية اليومين دول قربت تخلص واحنا عايزين نفرزنها. انا الفرزانة بتاعتي بسيطة جدا وممكن مختلفة عن ناس كتير، انا مجرباها بقالي 6 7 سنين. انا بغسل البامية، بجيبها بغسلها بقمعها، ماشي؟ بص، بس انا بقمعها كده بصراحه ان انا ببقى ما عنديش وقت وبجيب كميه. دول 2 كيلو بعد التقميع، ماشي؟ بعمل ايه؟ طبعا انا غسلتها، صفيتها، غسلتها كم مره لحد بقت زي الفل، صفيتها من الميه، قمعتها او زي ما بيقولوا شلت العنقود اللي فوق الورق، وابتدي زي ما هي كده، ولا ميه سخنه ولا ليمون ولا اي حاجه. انا الكميه دي هقسمهم على 3 اكلات، واحط في الكيس. بصي، احط في الكيس على قد الاكله بتاعتنا، واقفل الكيس واحطه في الفريزر. اطلعها من تقعد معايا، بتقعد معايا سنه. هطلعها من الفريزر، بصي ايه، هروح قافله الكيس كده. لو عندك طبعا اللي بيلزق الكيس ده يبقى حلو قوي. هروح قافله الكيس كده كده، تتحط في الفريزر بالمنظر ده. بصوا كده، ايه كده، والتاني فوقيه والتالت فوقيه. خلاص، هي دي كده طريقه فرزانه الباميه عندي، بستعملها من السنه للسنه. عايزه اطبخ، اروح مطلع الكيس زي ما هو متلج، بعد ما بخلص خلاص الصلصه بتاعتها او هعملها ني في ني، احطها زي ما هي متلجه. ما تخافيش، مش هتقولي لا هتجلد، هتسود ولا بتجلد ولا بتسود ولا بيجرى لها اي حاجه معايا خالص. انا بقول لك بقالي 6 سنين بعمل الموضوع ده، والله والله لما باجي اعملها لحد ما الباميه الجديده بتطلع كمان بعدها بسنه، واجي اعملها اكن الباميه لسه مشترياها من عند الخضري، تبقى في منتهى الجمال. سهله جدا وسريعه جدا. ومتهيالي قبل كده قلت لكم الويكا، وفي فيديو للويكا انا برضو قلت لكم ان انا بفرزن الويكا، بجيب الباميه الكبيره وبقطعها حلق، بغسلها وبقطعها حلق وفرزنها زي ما هي. انا برضو قلت لكم الكلام ده. وبغلي الشوربه، اطلعها من الفريزر، اغلي الشوربه واروح احطها في الشوربه المغليه على طول. صدقوني سهله جدا وسريعه جدا، وهوري لكم اكلات كتير انا بفرزنها بطريقتي انا. هتقولوا بقى عك مش عك، بصراحه انا جربتها وعجبتني، وفي كتير جربوها مني وعجبتهم. ادي دول الاتنين كيلو، طلعوا لي ال3 اكلات دول. بصوا زي ما هم كده، حطهم في الفريزر، يقعدوا معايا سنه، يقعدوا معايا. عايزه منها الاسبوع ده، عايزه منها الاسبوع الجاي، عايزه منها بعد شهر، عايزه سنه. صدقيني، ثقه مني، صدقيني. فيديو النهارده خفيف، يا رب تجربي الوصفه دي، يا ريت تقولي لي ايه رايك فيها. بحبكم جدا، انا حنان رمضان.